دولا. ايه يا عم مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا علشان كده يعني عايزين يتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه. وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى بذوقي؟ ها؟ ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دولا. تشرفني باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده؟ انت لابس بدله جديده زي اهي. زيك؟ اوعى ايدك. لابس زيك ولا انا مش عارف اقول لك ايه؟ والله ما عارف اقول لك ايه. اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دولا في ايه يا عم؟ دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدلة واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك. انت اش فاهمك انت؟ انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دولا بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا. اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. وكابتن فلافيو مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا. هكذا ولا رمزي وقف هكذا ورايا؟ دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تحت امرك. خير؟ انا اريد عقد صفقه بلح 25 طن كل 6 اشهر. 25 طن؟ لا لا عينينا ليك طبعا. بس انتوا في بلدكم ما عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في ناميبيا بلح. الله. طب ما دام يوجد في ناميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا اللي هو اللي هي تفصه وخلاص يعني. بس يلا يا رمزي معلش احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل. ايه ده؟ دي شتيمه دي يا دول اللي... طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القرده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. ده حضرتك ما شفتش بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبيت ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا؟ وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت. نمضي العقود؟ يا سلام قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر ميعاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي نص ساعة كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله. ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل. نورتنا يا معلم عجوة. منور باصحابه عادل بيه. واخبار البلح اللي عندكم ايه؟ يعني هل البلح اللي عندكم فيه نوى ولا ايه؟ وهل البلح اللي عندكم برضو يعني مصفر ومحمر ومسود ولا ايه؟ كل اللي انت عايزه موجود يا بيه. انت تقشر واحنا نجمع لمؤاخذة. تقشر ايه يا دولا؟ البلح بيتاكل بقشره يا عم، ده فاكره فول سوداني. عدم المؤاخذة يعني يا معلم. عايزين نعرف، انا اصلي داخل السوق ده بتقلي جامد قوي، محتاج 25 طن. هتشيل على قدك يا عادل بيه وخش السوق بالراحة واحدة واحدة. خش ايه يا عم؟ احنا داخلين نركن. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، انا داخل السوق كبير عشان افضل في السوق كبير. اسمع عادل بيه، انا مقدرتي معاك 2 طن، ده كل اللي اقدر اتصرف لك فيه لمؤاخذه. 2 طن ايه؟ ده على كده بقى
شغال على فرشة يعني، ما العامل لي تاجر وبتاع ليه يعني؟ الله 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 الله، ايه الغلط ده يا عادل بيه؟ لما انت يعني معكش غير 2 طن بس، ما جبتهمش ليه وانت جاي معاك في كيس؟ بقولك ايه، ما تقعدني مع الرأس الكبير بتاع شغلانة البلح دي وليك عمولتك وخليك من رجالتي. بغض النظر عن الكلمة الأخرانية دي، ماشي هقعدك مع إمبراطور النخل في مصر المعلم عبده أمهات. إيه القول؟ عبده أمهات ده تاجر كبير ولا هفق يعني على أساس يجي بيع 2 طن و3 طن؟ ماشي ماشي، لا يا مبينانا عادل بيه. قالوا لي ان انت الكبير. صح، ما انت خابر زين. لا انا مش خابر زين، انا عادل سعيد وطالب منك 25 طن بلح. احنا هنمتلك في جبلي 7000 نخلة يجيبوا يجي 20 طن ونكمل لك الباقي جوافه وفراولة. جوافه وفراولة ايه يا عم؟ وانا هعمل فخفخينة؟ انا بقول لك بتعامل مع دول وعايز 25 طن وفاكسات وايميلات، امال بس عامل لي الكبير. كبير ايه بس بصوتك ده على 7000 نخلة؟ لو شرف الكبير جد سباطة الكبير، احنا نمتلك فوق من 100000 نخلة. ده خلاف اللي لسه بيتزرع، بس انا متعاقد مع شركة بسكو عجوة. اهو بقى بسكو عجوة سابو سلوى، انا عايز البلح. افهم يا ويل، دول حيعملوا بسكويت بالعجوة لد للولد وهو رايح المدرسة الصبح مع كوباية شاي بحليب. انت تعمل لي فيها ماما نجوى، انا عايز البلح يا عمي. احنا نقدر نسلم طلبات بس بعد صفقة بسكويت ابو عجوة. صرف نفسك بالعشرين طن وبعد كده لو انت عايز 1000 طن رقبتي سدادك. ماشي ماشي عم امهات. بالاسم. تفضل، مع الف سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم علي. يا دوله هتجهز اللواري؟ انا بتحارب يا رمزي، انا بتحارب، خايفين مني ان انا انزل اكل السوق، عايزين يدوني 20 طن بس يا رمزي. طب والباقي يا كبير؟ الباقي هلمه من السوق، هلمه بلح بلح، مشنا مشنا، نوايا نوايا، مش هسكت. من بكره الصبح هنفتش السوق فرشه فرشه، قفص قفص، يا كبير يا كبير. اللي هلاقي معاه بلح ومخبيه يا ويلو يا ويلو من عادل عادل سعيد. ازيد منك ليه؟ لها 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 يا علوح، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع الصوت هناك. تمام يا كبير. ايه كله تمام؟ كله تمام. ما تخش يا علاء بالشمسيه، انت مش شايف الشمس جايه على يالي. ايه دي كل البلح اللي معاك؟ ايوه قاعد العيال يا بيه. طيب يا سيدي خد، اتكل على الله اللي بعد. تعالى يا ست. إيه اللي معاك دي، احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول؟ إيه ينفعنا برضك في اي صفقه تانية؟ خدوا مين هيال. عينيا يا كبير. خد يا ست. مرضيه؟ مرضيه يا بيه. نجر يا خد. اللي معاك دول كم كيلو؟ ما 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده اكيد جاسوس ومزنوق علينا. ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضحك علي؟ قرب يا ولد. بتضحك علي؟ يا نهار اسود، ده انت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي. ده انا بنام وعندي عين مقفوله وعين مفتوحي، اكيد المعلم عجوه هو اللي مسلطك على. ما توعى يا لا، خليك بتفهم كده. اوعى، المعلم عجوه هو اللي زقك علي ولا رمزي. ايوه يا كبير. خدي الولد دي واطلع بيها المخزن عذبه. هلا عينيا يا كبير. صباح يا بيه. صباح يا بيه. ولا رمزي. ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته معاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرسه البيضة، وخلي الفرسه تجري 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 وهو في صوابعه كده في الاسفلت زي اللي بيجي في فيلم الارض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الارض لو عشطانه. عينيا.
اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا والد. اللي بعد خش يا سيدي. بعدين عناب بعدين جابونيو. السلام عليكم. تمام يا كبير، فضيت المخزن. ايوه، اهم حاجه يا رمزي ان المخزن كله يبقى فاضي عشان اول ما يوصل البلح تاخد العربيات تطلع المخزن تخزنها هناك. واجب يا كبير. وبص يلا، عايزك توزن لي البلح كله قفص قفص وبلحه بلحه، واوعى تاكل منه حاجه يا رمزي. انا بقى يعني هعمل حسابك في 5-6 بلحات كده من 25 طن. ها انا يا كبير، بس والنبي دول خليهم امهات يا ابني. ما اسموش امهات، اسمه امهات، ودي امهات البلح. ام البلح دي بقى اللي بيزرعوها وبتطلع نخله على طول، دي ما بتتاكلش. فهم بقى يا غبي. ماشي. مساء العسل يا عادل بيه. اهلا. مساء البلح يا معلم عجوه. ان شاء الله العربيات جاهزه، هتودي البلح فين؟ اقعد بس الاول يا معلم، اقعد. اهلا وسهلا. انا وانت ان شاء الله يعني نقعد كده هو على القهوه، نشرب شاي وقهوه، والصبيان بتوعنا هم اللي ياخدوا العربيات يطلعوا بيها على المخزن. ماشي، بس بقيت الفلوس لمؤاخذه. بقيت فلوسك في الحفظ والصون في جيبي هنا اهو. امال ايه، واحنا يعني هناكل عليك حاجه ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اطلع يلا يا رمزي، خد العربيات واطلع بيها على المخزن اللي عندي دي، اللي هو بتاع البازار. عينيا يا كبير. ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اقعد يوزن البلح بلحايه بلحايه، شوف كل بلحايه قد ايه، واقعد جمعهم كده لغايه ما تتلخبط. عينيا يا كبير. يلا تيجي على الله. عينيا يا كبير، بالاذن. اقعدوا بالعافيه. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نور يا معلم. وجودك يا عادل بيه. تشرب ايه؟ ناخد شيشه. خلاص ابقى اديك نفس. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه عما كنا شارينه. يا ابني امال انا شاري الكميه الرهيبه دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولة طلعت حاويت حوطانه، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكه في التعاملات التجاريه كده، ده انت مدرسه. ده لسه شفت حاجه، انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي يا معلم يا كبير. بس بقول لك ايه يا رمزي، امر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده. عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى القلاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي. هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده من على قرطه، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس بس بس. بولا جه. امتى مساء مستر عادل؟ اهلا. اخبارك ايه؟ وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام. اهلا وسهلا، نورت. والبضاعه كلها في المخزن، والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل، وانا فلوسي معايا. ايه ده الكبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولا كده؟ مش لاقيها يا دولا. بوظ الصفقة. معلش دراع اليمين عايز قطعه يعني. عداد وشي. شكرا. اريد ان ارى البلح. قوي قوي البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي خد كابتن ايتو وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية يا كبير. اتفضل يا كابتن. اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وبالنسبه للمساعد اللي معاك ده، منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عملية التخزين؟
ايه في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟ طب شوف القفص التاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عمليه التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فتره خزنته. ايه اللي حصل؟ شقى عمري، شقى عمري باظ، شقى عمري، شقى عمري، شقى عمري. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقيه البضاعه باظت ولا لا. شقى عمري بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 دقيقه. طب وبعدين؟ واللي عمل ايه يا مولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في تلاجة. تلاجة؟ تلاجة، التلاجة، التلاجة، وحبيبتي جوه التلاجة، 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 التلاجة، التلاجة. ايه في ايه؟ عايزين ايه؟ لعلمكم الوقت ده واخدينه من وقت بنتي عادل. ما ينفعش انت تودي ياسمين جنينه الحيوانات عشان عمتها سناء هي اللي المفروض توديها جنينه الحيوانات. ممكن تقولي انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بعمل كده ليه؟ بنتي، ومن حق ان انا احافظ على بنتي واخلي العلاقه اللي بيني وبينها علاقه كويسه على المدى. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بتضحك على مين بالكلام ده؟ ده انت لما بتقعد مع بنتك خمس دقايق على بعض تفضل تحرك كده وتنكر كاني فاكره بتقرصني. انا راجل اصلا مشغول، عندي 100,000 حاجه شغلاني، انت ست فاضيه، سهل جدا ان انت تاخدي طفله توديها جنينه الحيوانات. يعني انت بتعتبر خروجي مع بنتك ومروحي معاها جنينه الحيوانات حاجه ممله؟ انا بعتبر كلامي معاكي هو اللي حاجه ممله. خلاص بقى يا عادل بلاش غلط بقى، سنه ما تقصدش يا حبيبي. سيبيه يا رانيا سيبيه، كل اللي هو بيعمله ده نابع من الخوف. خوف من مين بقى ان شاء الله؟ خوفك من ان بنتك تكون بتحبني اكتر منك. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا استحاله تكون بتحبك اكتر مني. طب روح اسالها يا استاذ. يا سلام، اروح اسالها وانت فاكرك يعني ان انا هخاف؟ طب ما تتفضل تروح تسالها. اروح اسالها عادي جدا، وانا يهمني اسالها. حاضر. غلط عموما ان احنا نعرض بنتي في سن زي كده لسؤال محرج زي ده. عادل روح يا حبيبي، روح يا حبيبي اتفرج على الماتش يلا، وبكره ان شاء الله تبقى تودي ياسمين اي حته. يلا يا بابا. لا اي حته ايه؟ انا هوديها جنينه الحيوانات يعني هوديها جنينه الحيوانات. لا طب وسناء؟ سناء ايه؟ ايه سناء؟ هو كل حاجه سناء. انت من سخرنا وانت من واحنا صغيرين يا سناء، وانت بتعملي فيها كده؟ كل هدومي واخداها، كل لعبي، كراريسي، اقلامي، حتى لما كبرنا كمان عايزه تاخدي مني بنتي. كده بس يا عادل؟ مش عارف بقى يعني، ما هي نرفزتني. وبعدين انا اصلا مشدود النهارده عشان ماتش المقاويه، وممكن كمان الاهلي على اسوأ الفروض مثلا يتعادل ولا حاجه. يا ماما ده شتمتني وبهدلتني وقلت ادابها عليا، وانت كده على طول يا ماما على طول ظلماني وبتيجي في صفها يا ماما. ايه يا حبيبي قالت لك ايه؟ قالت لي ان انا مش عارف اربي بنتي، والكلام ده كمان كان قدام بنتي. ما حصلش، سناء ما عملتش كده. ولعلمك بقى ياسمين كانت في اوضه واحنا في اوضه تانية. ايوه بس سناء صوتها مسرسع اصلا، يعني لو كانت قالت كده كانت ياسمين سمعتها من الاوضه التانية. يا حبيبي اختك سناء عندها عقد، مليانه عقد، بس طيبه وبتحب بنتك، كتر الف خيرها ان هي عاوزه تفسحها. ما هو انت بقى لا اما في الشغل، لا اما قاعد هنا وما بتكلمش حد، لا اما على القهوه وبتتفرج على الماتش. عجبتك قوي دي مش كده؟ يا ابني انا اتكلمت معاكي حق يا طمي. وبعدين امها بقى مقعداها قدام التلفزيون على طول، ولما بتزهق تفضل تحشر لها لما هتبقى قد الفيل. هتبقى قد الفيل. يلا يا ياسمين تعالى افرجك على الفيل اللي انت هتبقى قده. فيل ايه؟ يعني ايه يا طنط؟ يعني قصدي حضرتك ان انا مش عارفه اربي بنتي؟ انا بتكلم على اللي بشوفه. بس ده ما حصلش، لان انا دايما يلا يا بابا. ياسمين خشي اتفرجي على الفيل في التلفزيون في
خشي يا بنتي كلي. يا بنتي يا بنتي ربنا يهديك، خشي اقري الكتاب خليه ينفعك. ياه انا من الصبح مستنيه. يا شفتي 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 يا ماما، بقت تصرفاتها شبه تصرفات سناء بالظبط. شوف يا حبيبي، صحيح سناء لسانها طويل حبتين، بس ست بيت وشاطرة وطيبة، ما تتمناش حاجة في الدنيا غير سعادتك وسعادة مراتك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا إنعام، والله والله أنا كمان على طول بشكر فيكي. مامي قولي لي يا مامي، أنا مش عارفة ربي بنتي هجيب لها تخلف حضاري عشان طول النهار ما قعدها قدام التلفزيون كده كده. يا إنعام أنا بجد 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 عمري في حياتي ما هأتمنك على سر، أي حاجة أقولها لك تروحي تقوليها كده على طول. شفتي بقى رأي مامي من رأيي. يا مامي أمال يا حبيبتي أنت فاكرة تربيته إزاي؟ اتربيته من التلفزيون، لولا التلفزيون ده أنتوا كنتوا انحرفتوا، يا إما أنا كنت اتجنيت. وبعدين بقى الحقيقة يعني هي بصي بقى يا حبيبتي، فرصة إن عادل خارج يفسح بنته، أنا وأنتي بقى هديكي درس إزاي تربي بنتك. عادل رايح يصالح سناء وهي سناء هتطير. يا مامي يا حبيبتي قومي تعلمي لي كلمتين. ايوه اتعلمي كلمتين على ما احنا نروح جنينه الحيوانات. يلا يا ياسمين. ياسمينه بقول لك ايه، ايه رايك بدل ما نروح جنينه الحيوانات نروح نتفرج على ماتش المئويه في القهوه؟ لا نروح جنينه الحيوانات. ماشي حاضر، يلا سلام. باي باي. انا هاخد حاجه بس ونمشي على طول نروح على جنينه الحيوانات. ياسمين ياسمين كلبوزي حبيبي كلبوزي. يا كفو كله كفولك يا كفولك. ولا رمزي ادول الخزنه دي مش كان فيها فلوس؟ اه ما انا عارف. اما انت عارف يعني راحت فين الفلوس دي؟ اهو ال 2000 جنيه انا شفتهم. ايه شفتهم؟ طب وهم اخبارهم ايه دلوقتي، كويسين يعني ولا بعافيه؟ لا هم الحمد لله كويسين. انت ايه عايز اوصل لهم رساله ولا حاجه؟ انا ممكن اسيبها. اسيب لهم رساله؟ لا مفيش، بس يعني انا كنت عايز اطمن عليهم وعايز اعرف يا هل هم راحوا فين ويا هل هم هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. دي رخامه جدا السؤال ده. هو بصراحه يعني انت كنت عايزهم ليه قول لي وانا اقول لك؟ لا ابدا، انا اصلي كنت رايح جنينه الحيوانات وكنت عايز معايا فلوس، يعني انت عارف الحيوانات بقى. طب وانا اعرفها منين الحيوانات دي؟ انت ما تبصش في المرايه خالص يعني. فلوس فين يا ده رامز؟ انا هقول لك يا عمي بقى واحده واحده. انت مش قايل لي ركب ازاز الفاترينه؟ اه وجبت لك لوح ازاز عشان تركبه للفاترينه بدل اللوح اللي انت كسرته. يا عم ده اولت امبارح. دولا دولا اه من حق. انت هتتفرج على الماتش النهارده واحنا لمين العيال وهنقعد. ما تتوهش، فين الفلوس وديتها فين؟ حاضر يا دول انا هقول لك يا عم. بص بصراحه يعني انا جيت اركب اللوح اللي انت جايبه لي على الفاترينه، فلقيت اللوح اكبر من الفاترينه، قلت بقى ايه اقصر اللوح. وعملت ايه بعد كده يا لوح؟ بعد ما قصرت اللوح يا دول لقيت الفاترينه اكبر من اللوح، فقلت لا فكرت يعني، فقلت ايه طب ما تلزق يا واد يا رمزي اللوح ده عشان يرجع تاني اكبر، فوقع مني اتكسر طبعا. لا عيب يا دول عيب يا عم، انا بتعلم من اخطائي برضو. انا قلت بقى افك اللزق دون وفكرت في الحل الوحيد. اكيد غيرت الفاترين. غيرت التماثيل اللي جوه الفاترينه دول وغيرت الفاترينه كمان. حلو؟ لا مش حلو. المهم كمل اخلص. بس لقى الازاز اكبر من الفاترينه. ايه ده انت عرفت ازاي؟ طلع فعلا الازاز اكبر. ما تيلا يا بابا بقى عشان نلحق نتفرج على الحيوانات. انا بفكر ان احنا ناخد رمز نفرج عليه الحيوانات في الجنينة. فين بقيت الفلوس يا واد؟ عملت ايه؟ انا هقولك يا دول انا مش هطول عليك يا عم. بص انا قمت رامي بقى اللوح ورامي كل حاجة ورحت اشتريت بقى فاترينا بالتماثيل باللوح بتاعها جاهز كده. وطيرت الالفين جنيه. لا يا دول ناقص 500 جنيه علينا اللي بتاع الازاز والفاترينة. علينا 2500 جنيه طاروا عشان انت. بس على فكرة دول قال لي ما تتأخرش يا رمزي. ما تتأخرش يا رمزي. البنت دي زي العسل يا بنت. ياسمين ياسمين روحي اشتري، عارفة عمك متولي ابو طارق؟ روحي هاتي من عنده شوكولاتاية. ها تأخريش وقفلي الباب بتاع البازار وراك. حاسب الازاز بتاع الباب يتكسر، مش ناقصين مصاري. شقيه قوي بنت ال بنت الايه؟ ايه دول انت عايز صغير يعني تجرب المرتبه الجديده دي ولا ايه؟ لا انت مش بتقول جالك صداع في ظهرك قوي يا دولا؟ اه
انا بقى هعالج لك الصداع ده يا رمزي. ازاي دول؟ ازاي؟ دي طريقتي. ايه دولة يا دولة اتأخرت ليه يا عم؟ تعالى انا حجز لك هنا اهو، تعالى اديله ميه اديله نار، النادي الاهلي فريق جبار. اديله ميه اديله نار، النادي الاهلي فريق جبار. اديله ميه اديله نار، النادي الاهلي فريق جبار. بابا مش انت وعدتني هتشوف صوت واحد بس وهنمشي؟ اه هنمشي نروح على جنينة الحيوانات. هو بابا عمره وعدك بحاجة وما عملهاش؟ ياسمين حبيبي كلبوزة ولا بدو الكرسي هنا لياسمين؟ اه مفيش كراسي فاضية يا استاذ. قوم يلا يا رمز، اقعد يا ياسمين. انت واحد جنب التهيسه. طيب لا انا هتفرج على شوط واحد بس وهسيب لك الكرسي. خلاص بقى ربنا يكرمنا بس ان شاء الله النهارده بايه فاول من بتوع ابو تريكه يقوم ساكعها تقوم اعصابهم بايظه بقى. اعصاب ميلة بوز دي ملايين تيجي على الارض يا عم. اذا كانوا هم ملايين احنا بقى ألوفات بتجري. اهم حاجه بقى يا معلم ان هم ودوهم النهارده الهرم، شمس بقى وخيل وجمال واكله محشي مع ملوخيه، هينزلوا يفرفروا دلوقتي في الملعب. بس الماتش هيبتدي يا اخوان. الماتش هيبتدي. دولا هو فين التلفزيون يا دولا؟ في بيتك. انت عامل ايه في وشك يالا؟ مش عارف يا دولا، من ساعه ما دهنوا لي قرط فمش شايف. وانت بتشوف في قرطك اقلع النضاره يا اهبل. اه ابتدى. بابا هو الشوط قد ايه؟ الشوط ساعة الا ربع يا ياسمين. ايه لسه هستنى ساعة الا ربع؟ حبيبتي هتحس ان هم ربع ساعة، الاهلي نزل سخنة اهو من الاول. تك تك نخلص على طول. يلا يلا يا متعب، يلا ادي لابو تريكة، ادي لابو تريكة. دولا دولا هو الاهلي لابس ايه؟ دولا طب احنا بنلعب مين؟ بس يلا بقى البس النضارة مدام كده كده مش شايف. ايوه خلي بالك من رونالديلو ده، خلي بالك من رونالديلو ده. رونالديلو لسه ما نزلش اصلا. اهو كلهم شبه بعض، الفرنساويين كلهم قطعيه واحده اصلا. مين يا عم دول؟ اسبان. اهو اسبان بقى طليان هنقطعها وما نقطعها. ايه الجون ده اوف سايد، الجون ده اوف سايد. اوف سايد مين يا دولا؟ الجون ده عصام الحضري يا عم، انت ما تعرفوش. بابا ابدا اتهزمنا بقى. يلا بقى نروح جنينه الحيوانات. لا اتهزمنا، ده هو جون واحد بس اللي جه فينا دلوقتي. تك تك نتعادل ونجيب جون نهزمهم ونخلص على طول. بابا انا زهقت. ايوه حبيبتي انت زهقتي بس عشان مغلوبين، لكن اول ما نتعادل ونغلب هيبقى ادي الفلافيو. لا لا مش ده ولا ده ولا ده. لا حرام بقى، ده ظلم. ايه التحكيم ده؟ ده ظلم ده يا اخوانا. جونين في شوط واحد كده بقى صعب. لا صعبة ايه؟ لا دلوقتي الاهلي هيتعادل ويعوض ويغلب كمان. تك تك ينهي. معلش يا اخوانا، دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. حرام والله. معلش يا اخوانا معلش، دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. لا مش معقولة بقى. معلش يا اخوانا معلش، فاضل حاجه بسيطه انا بس ان شاء الله الاهلي هيتعادل وبعدين تك 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 وبعدين يخلص على طول. خلص الماتش دلوقتي، الماتش خلص والاهلي اتغلب وياسمين نامت وجنينه الحيوانات قفلت وانا ما بقتش اب كويس. الواد ده زملكاوي يا اخوانا. كله تمام. جنينة الحيوانات حلوه. بابا جاب لي اللعبه دي. يا سلام، بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان انا ما قلتش انك اللعبه ممكن ترجع. ها جنينة الحيوانات حلوه ولا لا؟ هايله، كانت زحمه قوي وكانت فاضيه بقى، الحيوانات كانوا ناموا يعني عشان الدنيا. هي سناء فين؟ جوه في اوضتها. انبسطتي؟ انبسطتي قوي؟ ايه يا عادل، عايز حاجه؟ مفيش، انا اصلي كنت عايز اقول لك يعني ان ياسمين ودتها بقى جنينه الحيوانات، ودتها فعلا يعني.
ماشي، ما هي برضو بنتك وانت من حقك تقضي معاها اطول وقت ممكن. طبعا. ايه عادل، عايز تقول حاجة؟ كنت عايز اقولك يعني اصل وانا في جنينة الحيوانات شفت بقى قردين تقريبا اخوات، يعني كانوا قاعدين عمالين بيفلوا بعض وعرفت ان هم اخوات عشان كان الديل واحد والمناخير يعني، فقعدت اقول يا حتى الترابط الاسري بين القرود، فياريت البني ادمين يبقوا اخوات كده يعني. يعني هو المفروض ايه؟ ان احنا الاتنين نفلي بعض عشان نبقى شبه القرود؟ لا يعني المفروض احنا كاخوات. بص بقى سناء، انا اسف، انا غلطت فيك يا سناء وانا اسف، انا قصدي كنت مشدود شويه، وبعدين انت طبعا ياسمين بتحبك وانت اللي بتساعدينا في تربيتها، فزعلتي. خلاص خلاص يا عادل، انا مش زعلانه منك، وبعدين انا قعدت فكرت برضو لقيت ان هي بنتك ومن حقك تقضي اطول وقت ممكن براحتك. المهم قول لي بقى عملتوا ايه في جنينه الحيوانات؟ رحنا بقى كانت قافله يعني هي، فكان الحمار الوحشي روحوا كده، فجبت لها بقى لعبه. عادل رحت جنينه الحيوانات ولا ما روحتش؟ ما لعبه بقى كانت فظيعه بقى اللي انا جبتها دي، يعني عجبتها جدا لان بجد ما كانش في اي محل. يا عادل انت خدتها من ايدي وقلت هوديها جنينه الحيوانات، وديتها ولا ما وديتهاش؟ عارفه اللعبه ببطاريات او من غير بطاريات، يعني ممكن تلعبها بيها لو البطاريه خالصه يعني. عادل انت ما وديتهاش الجنينه؟ لا ما وديتهاش. أمال بس أنا أبوها ومن حق أربيها ومن حق أخرجها معايا براحتي، وبلاش كده واوعوا كده. خلاص يعني ما هو حصل إن أنا ما وديتهاش، بس أنا كان غصب عني والله يا سناء، أنا كنت عايز أشوف الماتش بتاع المقاوية ده. ها وعملتوا إيه؟ اتغلبنا 4-0. جنينة؟ لا جنينة إيه في الماتش، لكن الجنينة دي بكرة بقى إن شاء الله يعني. أنت وراكي حاجة بكرة؟ Thank you.